حياكم الله مشاهدينا من جديد، والآن ننتقل مع العميد مصطفى الشركسي القائد الميداني في سرايا الدفاع عن بنغازي حول تصريحات مفوض وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة. نعم سيد مصطفى، هل أنت في الاستماع؟ نعم في الاستماع. نعم نعم، مرحبا بك. بداية، كيف قرأتم تصريحات مفوض وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة المهدي البرغثي التي وصف فيها قوات السرايا بالمجموعات الإرهابية؟ حقيقة تصريحات هذا الشخص أعتقد أنه غائب عن الوعي أو مغيب تماما، فهو يعلم جيدا أن هؤلاء هم سرايا الدفاع. هي سرايا شكلت من ثوار مدينة بنغازي، وهم هو يعرفهم جيدا. وأما عندما يقول أن 95% هم ليسوا عسكريين، فذلك يبين أن ما أي جيش وطني يتحدث عنه جيش مشكل من مجموعات ما يسمى بأولياء الدم، وجيش ما يسمى بالسلفية، ذلك الميار الذي اعترف على نفسه بأن أمر وحرض على قتل المدنيين. إن قتل 14 جثة ورمي 14 شخص مدني ورميهم في القمامة، وقتل الشيوخ مشايخنا، والاعتداء على البيوت والاعتداء على الأعراض، وقتل النساء وحلق رؤوسهم، هذا يدل على أنه يتحمل مسؤوليتهم. هذا البرغثي السيد، هذا الوزير يتحمل مسؤولية ويعترف بقتل ورمي الجثث في الشوارع، أنه يتبنى هذا الموضوع. أما سرايا الدفاع عندما يقول إنها ليست شرعية، أنا أتكلم، أنا هو ربما مغيب على الواقع، أنا آمر منطقة بنغازي العسكرية ولدي تقليف من رئاسة الأركان الشرعية الموجودة حاليا، أنا على تواصل مع رئاسة الأركان السلاح الجوي الموجودة حاليا في طرابلس. إما إن كلنا غير شرعيين عندما يتحدث على أننا إرهابيين، هل كل الجماهير التي خرجت في طرابلس وفي الزاوية وفي صبراتة وفي مصراتة وفي الجنوب وفي هون وفي سوكنة وفي ودان وفي معظم المناطق، أي أنت تتحدث عن 3/4 الشعب الليبي إرهابي ويؤيد الإرهاب؟ سيد الوزير أنت فعلا مغيب، إن دب أنت لا تخلى من مسؤولية في قتل الليبيين واعتقال النساء في مدينة بنغازي. دباباتك دمرت مدينة بنغازي وقتلت الشباب المدنيين، لا زلتم تتحدثوا على هذه الاستوانة بقول إرهابيين ودواعش؟ نحن شباب رفعنا علم الاستقلال وأردنا أن نرجع إلى مدينتنا، ونرجع أكثر من 40,000 عائلة مشردة. أم 40,000 عائلة هي عائلات إرهابية؟ عندما تطاردون عائلات ونساء وأطفال بالمدرعات على شواطئ دقنفودة، هذا هو الجيش الوطني. الإرهاب ليس له، الإرهاب هو الإرهاب والقتل هو القتل، إنما يفعله ميليشيات المجرم حفتر، تنظيم الكرامة الإرهابي هو الإرهاب بعينه. أما تعاونكم مع الفرنسيس لقتل شباب مدينة بنغازي الذين أخرجوا بديارهم من غير حق ويريدون أن يرجعوا، هذا حق مكتسب. وكذلك الرد على أحد أعضاء مجلس النواب المنقطع أو المتصل لم أعد أعرف، عندما قال مارقين. طيب العميد مصطفى، عذرا على المقاطعة، هنالك أيضا تصريح للمهدي البرغثي المفوض لوزارة الدفاع بالحكومة المقترحة بأنه يعول على المساعدات العسكرية من قبل الدول الكبرى وخاصة فرنسا، ما تعليقك على هذا؟ والله نعرف أن التعامل مع الدول حسب ما يقولوا أن هناك حكومة وفاق، لا بد التعامل مع الدول الأجنبية أو القوات الأجنبية يكون، نعم تسمعي؟ نعم في الاستماع. لا بد أن يكون التعاون حسب، لو فهمنا ماذا يعني حكومة وفاق أو اتفاق، أي تعاون مع دول أجنبية أو قوات أجنبية لا بد أن يكون بموافقة حكومة الوفاق. وهذا الرجل قال أننا نتعاون كأشخاص، هو من مع من تعاون؟ مع القوات الفرنسوية وجلب المستعمر الفرنسي، وتعاون مع طائرات مصرية، نعم شاركت هناك طائرات مصرية أيضا F-14 و F-16 شاركت في قصف قوات السرايا.
فأنت تتعاون بأي صفة؟ هل أنت تتعاون بصفة ما يسمى بجيش الوطني وتلك التنظيم الكرامة الإرهابي والميليشيات المجرمة الذي هو باعترافه أن مشكلة 95% منها ليسوا عسكريين وهم من مجموعات وميليشيات إجرامية تدعي أنها أولياء دم أو غير ذلك، استباحت الأعراض ودمرت البيوت وهجرت العائلات؟ أم هي هذه الحكومة أو المجلس الرئاسي؟ هذا مجلس الرئاسي أنت تقوم ولا تقعد على سرايا شباب وعسكريين يريدون الرجوع إلى مدينتهم، ولا تتحدث على جرائم قام بها المجرم حفتر. هل هو خوف من هذه القوات؟ والله إذا كنتم تخافون من هذه القوات فإننا نبشركم بأنها قوات هزيلة. نحن طيلة القتال لمدة شهر لم يسقط في اشتباكات أكثر من 3 أشخاص، هم يتراجعون ويهربون، ليس لدي قوات. إذا كنتم تخافون من حفتر كقوة ضاربة، أما إذا كان لديكم مآرب أخرى فهذا أمر آخر. أما أن تتهمون عميد في الجيش الليبي، الجيش الحقيقي الليبي، بأنه إرهابي أو بأن القوات التي معه هي سرايا الدفاع، هذه سرايا مشكلة من ثوار مدينة بنغازي. سيدي، ما تعليقك على ما صرح به المفوض المهدي البرغثي حيث قال أن القوات الموجودة على الأرض لا تتعدى 5% من العسكريين، وأن معظمهم هم 90% من المدنيين، وأغلب القتلى هم مدنيون؟ طبعا هذا أكبر دليل على أنه عندما يتحدث على شرعية أو يصف سرايا بأنهم إرهابيين هو رد على نفسه. الإرهابيين مثل الميار ومثل أولياء الدم وفسي عياد الفسي وهؤلاء الأشخاص الذين يخطفون المدنيين في مدينة بنغازي ويقتلون المشايخ ويرموهم بالقمامة، هذا اعتراف منهم ضمني بأن هؤلاء هم فاقدين السيطرة عليهم، أم هم من يسموا بالجيش الوطني، هذا اعتراف واضح. ولكن نحن أعلننا سرايا دفاع مقسمة يوجد بداخلها سرية للدفاع الجوي، نحن لدينا سرية انضمت لهذه السرايا تتبع منطقة بنغازي العسكرية من العسكريين، لدينا قرار وتكليف بأمر منطقة بنغازي العسكرية من رئاسة أركان الجيش الليبي الموجودة في طرابلس، إلا إذا كان هو يعتبر رئاسة أركان الموجودة في طرابلس إرهابية وهيئة التنظيم والإدارة في طرابلس إرهابية ورئيس أركان السلاح الجوي في طرابلس إرهابي وهو فقط. هذا الرجل انبطح، هو لم يستنكر حتى قصف وقتل الأطفال في مدينة درنة، هو لم يستنكر قتل العائلات والاعتراض وسجن النساء في بني غازي، هو لم يستنكر حتى رمي الجثث في الشوارع، هو نفسه أتحداه أن يتجول في مدينة بنغازي وسط هذا جيشه الوطني الذي يدعيه. لقد حاولوا اغتياله داخل مدينة بنغازي، عن أي جيش وطني تتحدثون؟ والله العظيم يا أخي هؤلاء الناس فقدوا عقولهم. وبعدين هناك شخص، نعم سيد مصطفى، كيف ترى بيان المجلس الرئاسي الذي وصف فيه المجزرة الذي وجدت في الليثي وحادثة قتل المدنيين في بنغازي بأنها مجزرة وقتل خارج نطاق الشرعية؟ سبحان الله يا أخي، والله بيان هزيل. نحن هذا المجلس لم نريد أن نتعرض له ولم نتحدث عنه ولم ننتقده إطلاقا، لأننا كنا سرايا الدفاع نريد أن ندافع عن مدينتنا. دفع عدو صايل حق مكتسب يا أخي، حق مكتسب أن نرجع إلى مدينتي التي دمرت بيوتنا وأملاكنا واستبيحت أعراضنا وهجرت عائلاتنا، حق مكتسب، ما هذا الظلم؟ فتوقعنا من هذا المجلس أن يكون بيانه قوي بعد هذه الجريمة. أنت تتحدث عن مكافحة الإرهاب، أليس هذا الإرهاب؟ أم الإرهاب إذا مورس من تنظيم معين إرهاب، إذا مورس من تنظيم آخر ليس إرهاب؟ حقيقة مجلس مهزوز خرجت عليه الجماهير. إذا كان المجلس يقول أنه توافق للشعب الليبي، أو الشعب الليبي خرج قرابة الأكثر من 1.5 مليون ينددون ويريدون إسقاط هذا المجلس. نحن في البداية لم نتحدث عليه وتجنبنا أن نتحدث عنه، حتى ذلك الشخص
للأسف رجل صاحب دين وقالوا هو عضو منقطع عن مجلس النواب أو متصل. السيد سليمان يتصفنا بأننا مارقين. يا أخي هذا العميد التي تتحدث عنه بأنه مارق كان ضابط عمليات كتيبة بدر في 2011 في الدفنية، وأنت كنت تجلس في مكيفات المجلس العسكري. هذا العميد الذي تتحدث عنه هو أحد هو المتحدث حتى الآن باسم رئاسة الأركان السلاح الجوي، تلك النسور الذين يقصفون الإرهابيين في مدينة سرت. إذا كان هو مارق فتلك النسور الذي يتحدث باسمهم هم مارقون. ثوار مدينة مصرات الأسود الذين هبوا لنجدة مدينتهم والدفاع لمدينتهم بالإرهاب لم يستنوا شرعيتك ولا توافقك ولا مجلسك ليأخذوا منه الأوامر. إذا هم مارقون. أنت قلت كل من يتحرك بدون أوامر المجلس فهو مارق. حتى ثوارنا الأشاوس من مدينة مصراتة الذين هبوا في يوم واحد للقضاء على الإرهاب ومحاربة الدواعش والدفاع عن مدينتهم وعن ليبيا دون الرجوع إلى شرعيتك هم إذن مارقون. هذا معنى كلامك. للأسف والله أنت رجل صاحب دين وتعرف معنى رد والدفاع عن العدو الصائل ما شروطه. إنه الشيخ الصادق لم يشترط حتى قال الرجل الصالح وغير الصالح للدفاع على مدينة بنغازي. يا أخي والله ما لكم كيف تحكمون يا أخي؟ هل عميت أبصاركم؟ هل صمت آذانكم؟ الأمر واضح، هذا حق مكتسب. إنها مدينتنا، إنها ليبيا، تريد أن تقسم، تريد أن تقطع أوصالها. نحن لا نريد، نحن اتفقنا على 17 فبراير على ثوابت معينة، والشرعية الوحيدة، الشرعية الوحيدة التي تحقق الأمان في هذا العالم وليس في ليبيا فقط، الشرعية الوحيدة التي تضمن الأمان لليبيا وتضمن الاستقرار وتضمن الحق هي الشرعية الربانية الذين ينادون بها هؤلاء الثوار. لم يطلبوا مطلبا خارج قانون. الآن والسيد هذا السيد الوزير ينبطح، هو لا يندد إلا عندما يندد كوبلر ولا يتحدث إنما عندما يتحدث كوبلر. لقد وضع في بدلة أكبر من حجمه. هذا الرجل نحن نعرفه جيدا، نحن نعرفه كزملاء كضباط. هذا الرجل أكثر من آمر فصيل لا يستطيع أن يوضع وزير لدفاع دولة ليبيا دولة نفطية. هذا أمر بصراحة والله كنا لا نريد أن نتحدث عن أحد. هدفنا بنغازي، حتى أتوا لنا واستنصروا بالفرنسيس واستنصروا بطائرات مصرية وتمينوا ذخائرهم. لقد لدينا ذخائرهم التي غنمناها كلها من مصنع أبو قير للإنتاجات الهندسية وتحديدا المصنع رقم 10. هذه موجودة ذخائرهم، تموينهم الإماراتي موجود، طائراتهم سقطت وشفتوها من 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 خبرائهم الفرنسيين. لدينا وثائقهم ولدينا ميموريالاتهم وتصويرهم مع للأسف مع ضباط في قاعدة بنينة وكيف يجولون ويصلون. طيب عميد مصطفى، هل قضينا على القذافي لنأتي بحفتر ونقضي على حفتر لنأتي بالغرب؟ والله حسبي الله ونعم الوكيل. طيب عميد مصطفى، شاهدنا الأيام الماضية وجود عسكري لوجستي وعسكري من قبل فرنسا والدول الثانية مساندة ودعم لقوات حفتر. هل برأيك هذه الرؤية التي شاهدناها الأيام الماضية، هل هنالك احتمال وجود قوات فرنسية بالأخص أو خارجية على الأرض لمساعدة ميليشيات حفتر؟ هم لا يعلمون أننا حتى نحن سرايا الدفاع عرض علينا من قوات صديقة أن يأتوا إلينا ويساعدونا، وهم يعلمون أن لدينا أصدقاء ويستطيعون أن يشاركوا حتى بطائرات، ولكننا رفضنا لأن هذه قضيتنا، قضية الليبيين. هل يعلمون؟ هل هم يتوقعوا أن ليس لدينا أصدقاء، ليس لدينا علاقات، ليس لدينا هناك دول تريد أن تساعدنا حتى نكاية في فرنسا؟ ولكن نحن ليبيين ثرنا بثورة 17 فبراير حتى لا نحضر أجنبي أو نحتل بلادنا، ونعرف الأجنبي عندما يساندك ماذا يريد أن يملي عليك من شروط. وبعدين لو كل كتيبة أو كل سرية أو كل تنظيم أو كل كيان استعان بأجنبي، هم استعانوا بالفرنسيس خارج الشرعية لو كان هناك صادقين. نحن نلاحظ أن العالم دائما يردد لو وافق المجلس الرئاسي سنتدخل، لو وافق. بعدين تتحدثون يا أخي، نحن شباب سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي معروفين. هؤلاء المدن من صبراتة وطرابلس والزاوية وغريان
وفي أقصى الغرب وفي أقصى حتى في المنطقة الشرقية، في منطقة في مدينة طبرق وفي بنغازي الذين كبلوا وكممت أفواههم يؤيدون سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي. يعني الأمر واضح، هو استجلب هذا. يعني هل بداية وزير دفاع لا زال مكلف لم يمنح حتى الثقة من مجلس النواب حتى الآن، استنجد وحضر ويعترف بأنه أحضر قوات أجنبية؟ هذا الرجل لو بقى فعلا وزير دفاع في حكومة منتظمة، هل سيمنح قواعد؟ بالتأكيد سيمنح قواعد أجنبية لأي دولة أجنبية. يعني الأمر واضح يا جماعة. وبعدين راهو أهلنا في مدينة طرابلس، نحن نشكركم ونحييكم، هذه الملايين التي خرجت تؤيد سرايا الدفاع وتستنكر الهجوم الفرنسي على ثوارهم بمدينة بنغازي. أنبهكم بأن هناك خونة لديكم داخل المدينة يريد أن يسلموا مدينتكم لميليشيات حفتر ولتنظيم الكرامة الإرهابي، فحذرا حذرا حذرا. هناك قوة لا أريد الآن أن أذكر اسمها، هي تحتجز ثوارنا دون دليل، دون إنما اتهامات مرسلة بأنهم إرهابيين أو أنهم دواعش. أحذر هذه القوة وأقول لهم نحن نشكر السيد الصديق السور النائب العام الذي يقف دائما مع ثوارنا ومع المظلومين ولا ويتصدى لمن يسجدون أو يسجنون أو يخطفون بدون دلائل. فهذا هذه المجموعة أو الكيان أو المؤسسة لا أريد ذكرها بالاسم، هي تحتجز ثوارنا من مدينة بنغازي موجودة في طرابلس. نحن نحذرهم أن يتعقلوا، أن عندما تسجن شخص عليه دلائل فنحن مع القانون ومع الدلائل وضد أي إرهابي، أما أن تسجن شاب ثائر باتهامات مرسلة أخرج من مدينته ليجد مؤسسة في طرابلس تقبض عليه لا لشيء إلا لأن شعره طويل. هذه الأمور أنا حتى الآن لا أريد أن أذكر هذه المؤسسة، ولكن كلامي وصل وأحذرها. أنتم لو استمريتم في احتجاز شبابنا من مدينة بنغازي، وأنا أتكلم بصفتي آمر منطقة بنغازي العسكرية، وهؤلاء الشباب يتبعون منطقة بنغازي العسكرية سواء نعم كانوا ثوار أو عسكريين. نعم، شكرا لك العميد مصطفى الشركسي، كنت معنا حول تصريحات مفوض وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة المهدي البرغثي، شكرا لك.